رابطة صحفي موريتانيا من أجل الأقصى تنظم ندوة حول حجب المحتوى الداعم للقضية الفلسطينية على وسائل التواصل الاجتماعي. رئيس الرابطة أكد أنه على الجميع استخدام كل ما أوتي من قوة لمحاربة طمس الحقيقة الذي يتضرر منه مناصر القضية الفلسطينية. إنما نشاهده من تغيرات في المواقف والتعاطف المتنامي مع القضية الفلسطينية يمثل بارقة أمل لقرب زوال هذا الكيان الغاصب والمتغطرس الذي أدمن قتل الأبرياء وهدم الشجر والبشر والحجر. فعلينا أن نستخدم ما أوتينا من قوة لفتح هذا الكيان وهدم ما يمتلك من أدوات لطمس الحقيقة والتطريد العداله. رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية قال في محاضرة ألقاها بالمناسبة إن انتهاكات مؤسسة ميتا المالكة لتطبيقي فيسبوك وإنستغرام تجاوزت 1000 انتهاك وتضييق في الأيام الأولى فقط من العدوان على غزة وفق حملة المرصد العربي لمواكبة الإعلام الاجتماعي، مضيفا أن التضييق على المحتوى الداعم للقضية الفلسطينية أصبح أمرا جوهريا. أنه جهودنا على مستوى السلطة العليا وشبكاتنا وشركائنا على المستوى الخارجي أيضاً أنها تتلاحم جميعاً مع موقفكم المجتمعي وعلى موقف الإعلام الموريتاني على المستوى المحلي أيضاً الدعم للقضية الفلسطينية والتلاحم القائم بين البعدين المجتمعي والرسمي في بلادنا حيال هذه القضية التي هي قضية مقدسة والتي هي قضية امتهان لكرامة الإنسان وللشعب الفلسطيني وقضية احتلال، وأن نعم دواً واصلة هذا التدفق الإعلامي الحامل للمضامين الإعلامية الداعمة للقضية الفلسطينية. ممثل حركة المقاومة الإسلامية حماس في نواكشوط أشاد بالموقف الموريتاني من القضية الفلسطينية، مضيفاً أن ما تقوم به موريتانيا إزاء القضية الفلسطينية لم يقم به أي بلد آخر. وهنا لابد من تسجيل كلمة وهي أن ما تقوم به موريتانيا رئيساً وحكومة وشعبا وبرلمانا وأحزابا ونقابات لم تقم به بعض الدول المحيطة والإقليمية بقطاع غزة وبفلسطين. هذا إن دل فإنما يدل على أن لا معنى للجغرافيا ولا معنى للبعد ولا معنى للمسافات، فإن روح المرابطين تسري في دماء وعروق المجاهدين في أرض فلسطين. رابطة صحفي موريتانيا من أجل الأقصى رابطة تأسست قبل أقل من شهر تهدف إلى تنسيق جهود الصحفيين الموريتانيين في الدفاع عن القضية الفلسطينية ومناصرتها.